مساء الخير. اليوم راح نعمل وصفة مميزة ولذيذة، راح نعمل مع بعض خبز الشريك الحجازي، مرة سهل ولذيذ. وبطل وصفتنا لليوم خبازة هوم إلك الكهربائية. خبازة هوم إلك الكهربائية من قصر الأواني، متعددة الاستخدام، تقدر تستخدميها للخبز، البيتزا، الفطاير، كافة أنواع المعجنات، مرة ممتازة، مزودة بمؤقت. شوفوا هذا هو المؤقت، فيه له درجات حرارة عندكم من 100 إلى 240 درجة، سطح غير قابل للالتصاق، نافذة زجاجية من الجنب، هنا نافذة زجاجية تقدر تراقبي الفطاير أثناء الاستواء، بالإضافة إلى السطح الغير قابل للالتصاق. 1200 واط، 220 فولت، وعليها ضمان 3 سنوات. خلينا نشوف مع بعض المقادير. راح نحتاج لـ8 أكواب دقيق أبيض منخول، عندي هنا نص كاسة سمن، ملعقتين كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقتين كبيرة دقيق حمص، ربع ملعقة صغيرة شيبة مطحونة. شايفين هذه هي الشيبة المطحونة؟ للي ما يعرفوا بهار الشيبة، شوفوا هذا شكله، أخذت منه شوية وطحنته، تمام؟ فيصير عندنا ربع ملعقة صغيرة شيبة مطحونة، نص ملعقة كبيرة ملح، وعندي هنا اللي هو الحمص اللي تجيكم زي كده حبته، يسموه حمص متشوش، حمص مجروش، تجيكم زي كده مقسومة بالنص. هذه 4 ملاعق حمص نقعته في موية حارة لمدة 4 ساعات، وممكن تغليها غلوتين على النار وتخليها في الموية كده شوية، ووقت نضيفها نصفيها من مويتها. بكل بساطة هذه مقادير عجينتنا. في البداية عندي هنا نص كوب ماء دافي، حضيف له الخميرة والسكر وأخليهم يتفاعلوا. أول حاجة سويتها خلطت الخميرة مع السكر في موية دافية وحتركها تتفاعل على جنب. هنا عندي الدقيق، راح أضيف الملح وأضيف دقيق الحمص ونضيف الشيبة ونخلط المكونات الجافة سوا. شوفوا هنا عندي الحمص، صفيته من موية النقع وراح أضيفه للسمنة. هنا عندي نص كوب سمنة، حضيف الحمص اللي صفيته في السمنة دي الطريقة. شوفوا زي كده، أقلبه في السمنة مرة، تمام، اللي انت تغلف حبات الحمص بالسمنة دي الطريقة، تمام، ده الشكل، وراح أضيفه للدقيق وأخلط مرة، تمام. بعد مرور 10 دقائق إلى ربع ساعة أتفاعلت الخميرة وتضاعف حجمها، حضيفها بسم الله، وأضيف بعدها كوبين موية دافية. راح أعجن العجينة وأرجع لكم، في حال احتجت موية زيادة حضيف إلى 3 ملاعق موية. يلا بسم الله نعجنها ونرجع لكم. شوفوا ما شاء الله حصلت على عجينة متوسطة الليونة، ما تلتصق باليد. شوفوا هذا قوامها، ما زودت ولا أي ملعقة موية، هي الكوبين الموية مع الخميرة المتفاعلة، الكمية والمقدار مرة ممتاز. اللي حيصير إني دحين هغطيها واتركها تتخمر لمدة نص ساعة. بعد مرور نص ساعة إلى ساعة إلا ربع اتخمرت العجينة، دحين راح أقسمها 6 أقسام، وكمان بعد التقسيم نتركها تتخمر. هذه العجينة راح نقسمها لـ6 أقسام.
كل قسم قسمته شكلته بدي الطريقة كده، وأدهن يدي بشوية زيت وأدهن العجينة من كل الجهات وأخليها على جنب. الست الأقسام هذه حغطيها وكمان أخليها تتخمر. شوفوا كده غطيتها، ودحين هخليها كمان تتخمر نص ساعة. خليط الدهن عندي هنا 4 ملاعق حليب، حضيف لها بيضة وأخلطها سوا. ممكن كمان نخلط موية وعسل أسود، وممكن بيضة وحليب. أنا صراحة أفضل بالطريقة الأصلية بيضة وحليب. ندهن بيها الشريك. كده خليطنا صار جاهز. وراح نحتاج كمان لسمسم، سمسم محمص نرشه على الوش. شوفوا هذا شكلها بعد ما اتخمرت. حنبدأ نجهزها للخبز. حناخد واحدة من الشريك اللي قسمناه، نطبطب عليها شوية زي كده، نفتحها فتحة في النص بأصبعنا بدي الطريقة. تمام. وحدهنها بخليط البيض والحليب اللي جهزناه بدي الطريقة. وراح أرش السمسم. دي الطريقة كده. رغيف الشريك صار جاهز للخبز. هجهز باقي الأقسام بنفس الطريقة وأرجع لكم. طيب هخبز كل 3 حبات لوحدها، مع إنه الخبازة عندي ما شاء الله كبيرة وتسعة الستة مع بعض، بس هخبزها على دفعتين أفضل. أول حاجة شغلت الخبازة وحرفعها لأعلى درجة حرارة 240 واتركها تحمى. بعد ما تحمى هدخل الشريك في الخبازة. شوفوا هي كده اشتغلت خلاص. هخليها كده خمسة دقايق، بس 4 دقايق تحمى. كده الخبازة ما شاء الله حميت. تمام. هنقول الشريك بسم الله. هذه الأولى. الثانية. وهذه الثالثة. ليش ما خبزت الستة مع بعض؟ عشان أقدر مثلا أتحمرت من جهة أكثر من جهة، أقدر أقلبها أحركها أخذ راحتي، ما تكون كلها متزاحمة. دحين بعد ما أضفتها للخبازة هغطيها على نفس درجة الحرارة العالية. شوفوا دحين غطيتها وهي على درجة حرارة 240، حتركها دقيقتين إلى 3 دقائق، بعدين حخفض درجة الحرارة. طيب على بال مرت 3 دقائق جهزت 3 حبات من الشريك اللي فضلت. دحين حخفض درجة الحرارة ل 180 160، حخفضها. خليني أوريكم شكلها. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شوفوا ما شاء الله. وهذه حبة الشريك صارت جاهزة. هنخبز المجموعة الثانية بنفس الطريقة. سخنت الخبازة. هنقول الخبز. دقيقتين على أعلى درجة، ودحين
حخفض درجة الحرارة ل 140، قبل شوية خفضتها ل 160 وطلعت النتيجة ممتازة، دحين خفضتها أكثر ل 140، إن شاء الله برضو النتيجة حتكون ممتازة. بجرب بالدرجتين، ما أظن في فرق، هنشوف كيف حيطلع معانا. أحلى حاجة النافذة الزجاجية، أراقب الشريك من هنا. رجعت رفعته على 160، 140 مرة درجة منخفضة بزيادة، ف 160 اعتمدوا درجة الحرارة المنخفضة على 160. ما شاء الله هي كانت ثلاثة، واحدة اتاكلت وهي ساخنة، قلت لهم لا دحين خلينا ايه نجمعها للتصوير وبعدين بالعافية ياكلوها. خلينا نشوف النتيجة مع بعض. أحلى تحميرة لعيش الشريك بخبازة هوم إليك الكهربائية، مرة تجنن، ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده تفتح النفس، ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله تبارك الله صار عندنا ألذ عيش شريك ممكن تذوقوه، مرة يجنن لا يفوتكم. شوفوا ما شاء الله، خلينا نختار واحدة نقسمها. بسم الله الرحمن الرحيم، ساخنة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.